هذه تحية لكم مشاهدين الكرام في كل مكان، محبي وعشاق وجمهور النادي الأهلي وأعضائه الكرام. الجلسة الأولى لمجلس إدارة جديد أو قديم متجدد برؤى جديدة وطموح جديد، المنعقد في معقل النادي الأهلي بالجزيرة 8 ديسمبر 2021 برئاسة الكابتن محمود الخطيب. لأنه هذا المجلس اللي أتى بعد جمعية عمومية شهدت حضور كبير لأعضاء النادي الأهلي لانتخاب مجلس إدارة كبير، خرجت كأرقى وأفضل ما يكون وإشادة بالتنظيم واليوم الرائع اللي عاشوا أعضاء النادي الأهلي وكل المحبين والعشاق يوم 26 نوفمبر الماضي، واللي أسفر عن انتخاب قائمة الكابتن محمود الخطيب بالكامل. وفي الحقيقة تظاهرة حضارية جميلة، والمنافسة اتسمت كعادة النادي الأهلي دائما بالمودة والاحترام والتقدير بين كل المتنافسين. النهاردة المجلس الحقيقة في البداية على طول اعتمد جدول الأعمال الخاص بهذه الجمعية. عادة بيكون في جمعية بعد الانتهاء من الانتخابات بيتم فيها عرض الميزانية العامة والموافقة على بعض القرارات والمقترحات اللي بيقدمها الأعضاء، وكمان التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق. فتم اعتماد كل هذه الأمور، وعلى الفور كمان يعني وجه المجلس الميزانية الخاصة بالنادي إلى الجهات الرقابية لمراجعتها أيضا واعتمادها. انتقل المجلس إلى جدول أعمال الجلسة الأولى، ووافق في البداية على تفويض الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بالأمور العاجلة وبشؤون كرة القدم بشكل عام. هو نفس الحقيقة التفويض اللي كان موجود في المجلس الماضي 2017-2021، يبقى إن شاء الله 2021-2025 أيضا الكابتن محمود الخطيب مفوض من قبل مجلس الإدارة بشؤون كرة القدم وبكل الأمور العاجلة اللي بيعرضها بعد ذلك على مجلس الإدارة. مش كده وبس، كمان تم إسناد رئاسة بعثة النادي الأهلي التي تتجه إلى الدوحة يوم 15 ديسمبر بعد أسبوع من الآن لخوض مباراة السوبر الإفريقي يوم 22 في العاصمة القطرية يوم 22 الدوحة طبعا أمام الرجاء المغربي، يتولى رئاسة البعثة الكابتن محمود الخطيب. نبقى أيضا في شؤون كرة القدم، حضراتكم عارفين أن المجلس ضم عضو كروي جديد وهو الكابتن حسام غالي، يعني كابتن نادي الأهلي الأسبق. مجلس الإدارة فوض الكابتن حسام بدور منسق بين المشرف على شؤون كرة القدم اللي هو رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب وبين شركة الأهلي لكرة القدم. حضراتكم عارفين أن الأهلي كان سباق وأنشأ شركة لكرة القدم رئاسة الاقتصادي الكبير الأستاذ ياسين منصور ومعه المهندس مصطفى مراد فهمي ومدير تنفيذي عمرو شاهين. كابتن حسام غالي هيكون دوره منسق بين رئيس النادي بصفته المفوض بشؤون كرة القدم في النادي الأهلي وبين شركة الأهلي لكرة القدم، بالإضافة إلى ضم حسام غالي أيضا إلى لجنة التخطيط اللي بتضم زي ما حضراتكم عارفين الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف. كمان تم الموافقة على تكليف المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق بدور المنسق بين مجلس الإدارة من جهة وبين شركات الأهلي الأربعة من جهة أخرى. الشركات اللي هي شركة كرة القدم، شركة الخدمات، شركة المنشآت الرياضية، وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، خاصة في الجوانب المالية بصفة المهندس خالد مرتجي أمينا للصندوق. في خبر الحقيقة مهم لأسرة النادي الأهلي الكبيرة، عائلة الأهلي الكبيرة وكل الراغبين والطامحين إلى عضوية النادي الأهلي. حضراتكم عارفين أن النادي كان اتخذ قرار بزيادة رسوم الاشتراكات الخاصة بالمقر الرئيسي بالعضوية العاملة والفروع المختلفة، يبدأ تفعيله في 1 يناير 2022، وكان يتضمن أو ينص على أنه الفرعين في الشيخ زايد والتجمع 350 ألف جنيه والعضوية الكاملة 750 ألف جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. الحقيقة أنه بناء على رغبة الكثيرين وأيضا تيسير الأمور للراغبين بالانضمام إلى عائلة النادي الأهلي، فالمجلس النهاردة أرجى تفعيل هذه الزيادة إلى 1 إبريل، يعني إدى فترة سماح 3 شهور للراغبين في الانضمام إلى عضوية النادي الأهلي سواء عضوية فرع في الشيخ زايد أو في التجمع الخامس. وعندنا أخبار كويسة بخصوص الشيخ زايد والمنشآت الجديدة اللي هتم فيه، وطبعا العمل على قدم وساق أيضا في التجمع الخامس ليخرج بفرع يليق بالنادي الأهلي. فهذه فرصة لكل الراغبين، عندهم فرصة الواحد إبريل أنه يقدر ينضم لعائلة النادي الأهلي. طيب،
كمان الموافقة يعني ما له علاقة بالجمعية العمومية الأخيرة، مجلس إدارة النادي الأهلي تقديرا لكل العاملين والموظفين في النادي الأهلي بفروعه المختلفة، وتقديرا للجهد اللي بذل الحقيقة خلال الأسابيع الماضية خاصة في الجمعية العمومية 25 و 26 نوفمبر. فالمجلس النهاردة قرر الحقيقة تخصيص أو صرف مكافأة لهم على الفور. كنا بنتكلم عن الأخبار الكويسة في الشيخ زايد وكمان في مدينة نصر. المجلس النهاردة ما ضيعش وقت، يعني البرنامج الانتخابي اللي اتكلم فيه الكابتن محمود الخطيب هي مش مجرد وعود انتخابية، لا ده دخلت حيز التنفيذ من أول يوم مجلس إدارة. إزاي؟ المجلس النهاردة وافق على تكليف مؤسسة وطنية من مؤسسات هذا الوطن العظيمة والكبيرة بدراسة وتنفيذ مجموعة من المنشآت في فرع الشيخ زايد. هي عبارة عن إيه؟ حمام سباحة تاني غير اللي موجود، بالإضافة إلى يعني مكان لجلوس الأعضاء وحدائق ملحق بحمام السباحة، وكمان إنشاء صالة جيمنيزيوم أو جيم جديد، وأيضا إنشاء مباني وغرف لخلع أو تغيير الملابس. وده على طول بيتكامل مع الثوره الانشائيه اللي حاصله في كل فروع النادي الاهلي. الشيخ زايد حضراتكم عارفين انه في صالات هناك افتتحت واشتغلت زي الكاراتيه والسكواش وغيره، استكمالا لهذه المرحله المهمه. فالمجلس وافق على طول على دراسه وتنفيذ هذه المشروعات، بالاضافه الى جراج، يعني هيتم تجهيز مكان اخر لانتظار السيارات داخل النادي في الشيخ زايد. والحقيقه باتمام هذه المشروعات يكون الشيخ زايد يعني فرع يشار لي بالبنان ويليق بالنادي الأهلي وأعضائه. طيب كمان مجلس الإدارة اليوم وافق على تكليف نفس المؤسسة الوطنية العظيمة بدراسة وتنفيذ الأعمال الآتية بفرع مدينة نصر، استكمال ملاعب السكواش. حضراتكم عارفين أنه بيتم إنشاء ملاعب سكواش بجوار المسجد هناك وجوار الأكاديمية كرة القدم، وعلى طول كمان إنشاء 3 ملاعب كرة قدم خماسية نجيل صناعي للأعضاء، وده بديل عن الملاعب اللي كانت انضمت للجراج العظيم اللي تم افتتاحه في مدينة نصر وحل مشكلة كبيرة جدا، ويسعى إلى ما يقرب من 1000 عربية الآن، وهناك مرحلة أخرى بإذن الله يعني توفر سهولة الحركة والوصول لأعضاء النادي الأهلي في مدينة نصر والانتظار وأكاديميات الحقيقة الرياضة المنتشرة في كل اللعبات المختلفة، لأن مدينة نصر مكتظ الحقيقة بعدد كبير من السادة الأعضاء. وكمان دراسة وتنفيذ السلم الكهربائي الخاص بالجراج. الحقيقة يعني السادة أعضاء مدينة نصر هو في مستويين في الأرض في النادي، الجراج في المستوى المنخفض شوية نفس منسوب الشارع، وبعد كده الملاعب وباقي المنشآت في منسوب أعلى. ف يعني تقديرا لكبار السن وحتى للاطفال، بدل ما يطلعوا 19 درجات، لا المجلس قرر يعمل سلم كهربائي يساعد الحياه اعضاء النادي الاهلي في الصعود بسهوله ويسر من الجراج الى باقي منشات النادي في مدينه نصر. كمان تم تشكيل لجنه العضويه للاستاذ طارق قنديل مع الأستاذ محمد الغزاوي والمدير التنفيذي الدكتور سعد شلبي والمدير المالي الأستاذ عماد حلمي ومدير إدارة الاشتراكات. هذه العضوية زي ما حضراتكم عارفين هي اللي بتقابل الراغبين في عضوية النادي الأهلي، هي اللي بتبحث وتفحص الأوراق المقدمة وبتعطي قرار بعد ما بيتم مقابلة لأي شخص بيرغب في الانضمام لعضوية النادي الأهلي، ولها دور كبير الحقيقه وعملت دور كبير جدا خلال السنوات الاربعه الماضيه لجنه العضويه. تم تشكيل لجنه ايضا برئاسه المهندس خالد مرتجي لاعداد دراسه حول الزي الخاص بالاكاديميات لضمان انه يكون حاجه لائقه بالنادي الاهلي والاستجابه لملاحظات أولياء الأمور في هذا الأمر، خصوصا النادي الأهلي حريص على أبنائه وعلى التعاقد مع أفضل الشركات والحقيقة استقطاب أفضل الخامات وتوفير كل ما يساعد الأكاديميات المختلفة في أكثر من 20 لعبة بتمارس داخل النادي وقطاعات مختلفة، أعداد كبيرة جدا من أبناء بيمارسوا الرياضة في هذه اللعبات. يعني الحقيقة دي كانت مجموعة من القرارات المهمة. بقي قرار واحد الحقيقة يتعلق
بموضوع ربما البعض كان يتابعه خلال الأيام الماضية. كان ظهر فيديو لأحد المدربين أبناء النادي الأهلي في قطاع كرة اليد، وهو يعنف يعني ابن من أبنائه أو أخ أصغر ليه، لاعب عنده، خلال التدريب لزيادة الطاقة، لزيادة الحماس. الحقيقة أنه المجلس استعرض في هذا الأمر مجموعة من التقارير المتعلقة بهذه الواقعة. التقرير الأول كان من مدير النشاط الرياضي الكابتن رؤوف عبد القادر، وده راجل دمث الخلق ومعروف عنه الحقيقة الانضباط، وأيضا الدكتور ياسر الرملي رئيس جهاز كرة اليد، وهو أيضا رجل يعني يتسم بأخلاق النادي الأهلي وشديد الانضباط. التقارير دي الحقيقة بتقول أنه المدرب أحمد سمير الجزار هو يعمل كمدرب في النادي الأهلي قطاع الناشئين أولاد 2010 منذ 2014، أو هو دلوقتي بيتولى الفرقة دي لكنه بيلعب في بيدرب في النادي الأهلي من 2014. طيب هل ده بس الموضوع؟ لا، الموضوع كمان أنه كان أحد اللاعبين اللي مثلوا النادي الأهلي ودافعوا عن فانيلة النادي الأهلي، الفانيلة الحمراء، طوال سنوات ماضية. طيب وإيه كمان؟ المدرب خلال ال7 سنوات الحقيقة لم تصدر عنه أي إساءة، ولم تأتي بحقه أي شكوى أو ملاحظة سلبية من أولياء الأمور أو من زملائه أو من مديريه وخلافه. كمان أولياء الأمور، معظم أولياء الأمور أشادوا بالكابتن أحمد سمير الجزار وبأخلاقه وكمان بإمكاناته الفنية العالية اللي ارتقت بمستوى اللاعبين في كرة اليد 2010، ودول لاعبين صغار، احنا بنتكلم 10 سنين أبناء لي يعني. الحقيقة أنه كل هذه التقارير دفعت المجلس إلى أنه يتخذ قرار أو يكتفي بعقوبة توجيهية كنوع من أنواع التقويم للكابتن أحمد سمير الجزار، وهو الإيقاف حتى نهاية الموسم. الحقيقة فيما يتعلق بسلوك هذا المسلك واللي البعض ارتقاه أنه نوع من أنواع التوجيه العنيف للاعب صغير، كل هذه الحقيقة الحيثيات والمعطيات وضعها المجلس النهاردة أثناء مناقشة هذا الموضوع، وكل التقارير الواردة بخصوصه سواء مدير النشاط الرياضي أو رئيس الجهاز أو حتى إشادات أولياء الأمور بالكابتن أحمد سمير الجزار. احنا بس علشان لا أحد يزايد على النادي الأهلي في مثل هذا النوع من القرارات التربوية والتقويمية لأبنائه، هو أحرص ما يكون على الالتزام والحقيقة بالسلوك القويم والروح الرياضية السليمة. فالمجلس الحقيقة ارتأى أنه هذا الجزاء هو يعني مناسب لحجم الفعل اللي هو كان فعل الغرض منه الحقيقة مساعدة اللاعب وتقويمه ورفع مستواه الفني. في جانب عنف، بالتأكيد كان في جانب عنف، المشكلة تكمن في أنه الناس بتتعامل مع صورة أو فيديو مسرب ممكن يخضع لحاجات كتير جدا زي ما حضراتكم عارفين، أنه يعني شيء خروج عن النص في النادي الأهلي، والنادي الأهلي لا يقبل أبدا بالخروج عن النص. فيعني دي كل القرارات اللي كانت عندنا الحقيقة وأصدرها أو وافق عليها مجلس إدارة النادي الأهلي في جلسته الأولى للفترة إن شاء الله اللي هتكون من 2021 إلى 2025، ربنا يديكم جميعا الصحة وطولة العمر. والجلسة نظرا لأن فيها الحقيقة موضوعات كتيرة جدا فهي جلسة مفتوحة أو جلسة ممتدة. عموما بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، دائما يعني في الختام تحيا مصر والأهلي في المقدمة.